عاملين ايه؟ انا طبعا حابب بس اقول لكم ان هكون معاكم طول شهر رمضان، 30 حلقه في شهر رمضان في برنامج بتاعي ستاند اب كوميدي مع محمد عصام. ان شاء الله هتسمعوا البرنامج وهتموتوا من الضحك، يعني هتموتوا من الضحك. عايز اقول لكم استنوا البرنامج يوميا الساعه 5 عصرا، يعني قبل الفطار بساعتين اهو، عشان ما حدش يبقى لحق تصحى، يعني ايه عشان ينفع لك الصبح. تسمع البرنامج بتاعي تضحك لك شويه تعدي يومك وبس كده، ورمضان كريم عليكم.